اكثر مع معالي وزير الاقتصاد استاذه السيد خالد العسيلي. سعد صباحك واهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بألف خير. صباح الخير نوره، وصباح الخير الاء، وكل عام وكل اهلنا وكل فلسطين بخير ان شاء الله. اسمحوا لي في البدايه، يعني معلش ادخل انا اول، بدي اتمنى للاسير هشام ابو هواش اولا السلامه والحريه ان شاء الله، ولجميع اسرانا الحريه وشهدائنا الابرار الرحمه. الموضوع الثاني اللي بدي ابدا فيه شكر للتلفزيون، العمل الرائع اللي قام فيه تلفزيون فلسطين لتغطية اليوم الوطني في اكسبو دبي، فكل الشكر والتقدير لكم جميعا. العفو، شكرا لك. معالي الوزير، عندما نتحدث عن حصاد عام كامل، لا شك انه بنحكي عن تفاصيل كبيره جدا، تفاصيل دقيقه جدا، ما بين تحديات ما بين انجازات في العام 2021، وحضرتك تحدثت عن تعافي تدريجي في الاقتصاد بعد عام الجائحه. ما هي القطاعات التي شهدت نموا، وما هي القطاعات التي يعني لا تزال تشهد تراجعا؟ يعني ما بقدر اقول انه في تراجع، لا على العكس، في امل بالانتعاش. القطاع الوحيد اللي تاثر ولا زال متاثر هو قطاع السياحه نتيجه الكورونا، نتيجه يعني في الكريسماس وفي نهايه السنه كان هناك حجوزات كبيره في بيت لحم، لكن مع الاسف تم الغائها جميعا، واقتصرت الحجوزات على اهلنا في 48 وعلى السكان المحليين. هذا القطاع الوحيد لا زال متأثر، لكن بقية القطاعات الأخرى كان هناك انتعاش، يعني بالإنشاءات انتعشت 8%، الصناعة 7%، بقية القطاعات كلها كان في انتعاش كبير فيها. وهذا أولا كان نتيجة لجهود الحكومة في محاربة كورونا، وبالتالي ما كانش في إغلاقات. نعم. كان في عمل مستمر من خلال كل مؤسساتنا ومنشآتنا ومصانعنا، اشتغلت بطريقة عادية جدا وبوقت كافي، يعني الوقت اللي بيشتغلوا فيه طبيعي اشتغلوا فيه، بالإضافة إنه زاد عندنا التصدير 14% وإيراداتنا نزلت 9%، وبالتالي من هون في فرق في الميزان التجاري كمان. نعم على الوزير، يعني هذه الأرقام مقارنة بالعام 2020، لكن هل هي قريبة من العام 2019 أو قريبة بالفترة اللي ما تسبق الجائحة؟ صحيح، يعني صحيح، لكن هناك حتى مقارنة ب 19 في عنا نمو بقطاعات عديدة. إذا بتحبوا أعطيكم أرقام. تفضل. يعني أنا مش متعود أجيب أرقام معي أو وراء، لكن مشان في أرقام بحب أذكرها لمشاهدينا. مثلا في تسجيل الشركات والسجل التجاري كان عندنا عدد الشركات الجديدة في 21 2156 شركة برأس مال 312 مليون دولار، هذا كله جديد في 21. عدد التجار الجدد اللي تسجلوا خلال 21 2620 تاجر جديد، عم نحكي بأرقام كتير كبيرة. مثلا عدد المصانع اللي جددت حصلت على رخص جديده 82 مصنع، وفي مصانع لسه في اجراءات التسجيل. قيمه راس مال المصانع الجديده 92.7 مليون دولار. في التجاره مثلا عدد شهادات المنشا اللي هي عمليات التصدير للخارج مش تصدير للسوق الاسرائيلي كان عندنا 2790 شحنة للتصدير. قيمة شهادات المنشأ بالمليون دولار كان 113 مليون دولار رأي تصدير للخارج. عدد رخص الاستيراد اللي طلعناها كان 34266 رخصة. قيمة رخص الاستيراد كانت 2,299 مليون دولار في التجارة. في الذهب مثلا في الذهب كمية الذهب اللي دمغناه، بتعرفوا بيجي الذهب وبندمغه 12.3 طن ذهب خلال العام 21، جابوا لنا رسوم الذهب الدمغ 11 مليون و19
شيكل. حماية المستهلك مشان نحافظ على السوق ونحافظ على المنتجات تضل موجودة. قمنا بجولات 6420 جولة. عدد المحلات اللي زرناها في التفتيش 64693 زيارة. عدد المحلات اللي خالفناها اللي كان فيها مخالفات 2202 مخالفة، هدول تحولوا على النيابة. هلأ في عنا الملكية الفكرية، عدد العلامات التجارية اللي سجلناها للتجار 2055 علامة. عدد وكالات حصرية تجارية تسجل 14 وكالة. نعم. أعتقد أن الأرقام هاي بتحكي عن نفسها يعني. هاي بتعطي تحكي كمان عن التميز، يعني مش بس انه نمو بصورة طبيعية مثلا خلينا نقول كالأعوام السابقة من 2019 و2018، انما في افكار جديدة، شركات جديدة، وعلامات ايضا تسجل لصالح فلسطين اكثر. من ضمن الانجازات ممكن نتحدث عنها عن العام 2021 ايضا قانون الشركات اللي كان باقرار السيد الرئيس محمود عباس. اعتقد انه هذا انجاز تاريخي. يعني ألف شكر لسيادة الرئيس على اعتماده وعلى نشره بالوقائع. أعتقد أنه هاي نقلة نوعية راح يكون لها تأثير إيجابي جداً على اقتصادنا اللي راح يظهر خلال السنة القادمة 22 والسنوات اللي بتليها. القانون الشركات هو قانون عصري، عالجنا فيه كل المشاكل اللي كانت في موجودة في القانون الأردني 64، وراح يكون حاليا من شان تطبيقه راح يكون في فترة انتقالية مدتها سنتين، لأنه احنا بحاجة الى عمل ورشات عمل عديدة، الى بنية تحتية. مثلا بتصيري نورة تسجلي شركتك وانت قاعدة في مكتبك او في بيتك اونلاين. هلا هذا بتطلب انه يكون في عنا بنية تحتية الكترونية، وبالتالي في عنا تمويل من البنك الدولي 2.9 مليون دولار منشان نعمل بنية تحتية. في نهاية المطاف لما نخلص كل إجراءات اللي والبرامج اللي عاملينها سواء تدريب، رح نعمل تدريب للموظفين للقوانين الجديدة، للتجار، للقضاء أيضا بده يكون في محاكم وقضاء. في عنا يعني تغيير جوهري في القانون السابق طبعا للأفضل، تقديرات الأوروبيين والأجانب إنه هذا راح يكون أحدث قانون شركات عصري في العالم العربي. نعم، وهذا مهم جدا وأكيد يرى انعكاسات مختلفة. معالي الوزير، أيضا فيما يتعلق بمشاركة فلسطين في إكسبو دبي واللي كمان مستمرة يعني حتى انتهاء المعرض، أدي هذا كمان مهم كوجود في هذا المعرض أيضا بصمة سواء فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والوطني أيضا. لا يعني كمان مرة شكرا لسيادة الرئيس على قراره الجريء والسليم 100% بالمشاركة، ولو كان في آخر 10 أيام، لكن استطعنا بخلال العمل ليل نهار إنه 11 يوم بدايته كنا جاهزين 80% وافتتحنا المعرض. قرار المشاركة قرار بعتقد إنه قرار نضالي من الدرجة الأولى. إحنا شاركنا ضمن 192 دولة، أثبتنا للعالم إنه فلسطين موجودة، وبالتالي كان كمان عمل كبير جدا وعمل مميز. أعتقد كل مشاهدين تلفزيون فلسطين شافوا مدير عام الإكسبو الإماراتي كيف تحدث بخلينا أقول كلمة غزل على جناح فلسطين، كلمات سمو الأمير سمو الشيخ محمد بن راشد لما قال. نعم نتابع أيضا هذه الصور عن هذه الزيارة وما تتحدث عنه مع الوزير. غير هيك يعني اللي زار الجناح أو يمكن شفتوه على التلفزيون كيف عاطف يعني أهلنا في أهلنا 400-500 ألف مواطن، القسم الأكبر منهم بيقدرش يجي على فلسطين. أحضرنا لهم فلسطين لعندهم الحواس الخمس. نعم. يعني لما كان يطلع بالأسانسير يطلع أول ما يدخل يشوف باب خان الزيت، سوري باب العمود، ومن باب العمود ينزل على باب خان الزيت على القدس القديمة، لما يوصل يلاقي حاله جوا المسجد الأقصى وجوا كنيسة القيامة. هاي لو كنت تشوفوا شعورهم لما كانوا، أنا كنت أشوفهم
لما يحسوا بلاط القدس ومن سور القدس كيف كانوا ينزلوا يبوسوا الأرض. يعني كان هناك شعور، كانوا يستنوا ساعتين وثلاثة على الدور من شان يدخلوا على الجناح. في نفس الوقت لما كانوا يشوفوا افتراضي التراث الفلسطيني، الأكل الفلسطيني، يقعد على الطاولة افتراضي ويشوف كيف بيعملوا الكنافة وكيف بيعملوا المقلوبة وكيف بيعملوا المسخن، وبعدين لما يطلع يلاقي في مطعم يستنوا ساعتين وثلاثة مشان يقعد يتذوق الأكل الفلسطيني ومجانا. يعني توظيف لكل التقنيات الحديثة يعني من صحيح أجل صحيح. كانت يعني يوم 24 يوم الوطني يوم كان فلسطيني بامتياز. وكانت الحفلات الدبكة أصايل ما تتخيلوش كيف، حتى الوفد الرسمي الإماراتي كان فيه ثلاث ستات طلعوا تليفوناتهم صاروا يصوروا في الاحتفال الرسمي. كان له تأثير إيجابي جدا. والحفلة اللي صارت بالليل لأول مرة بتنتلي الساحة لأول مرة من ثلاث شهور، وضايل ثلاث شهور ومش راح تتكرر، يوم الحفل الوطني والحفل الليلي اللي تم. تشوفي الأطفال الفلسطينيين ونسألهم من وين أنت، جيب اسمهم قرية ويمكن تكون مش موجودة، وشافوا فلسطين وصاروا يرقصوا بعلم فلسطين وبالحطة الفلسطينية الكوفية الفلسطينية. لا شك كان يوم مميز. وشكرا للتلفزيون مرة تانية على نقلكم المباشر اللي كان، وتقنية عالية جدا ورائعة كانت من التلفزيون. صحيح، ما زلنا كمان عم نشاهد بعض من هذه المشاركة والصعوبة ربما في وصف ونقل هذه المشاعر يعني اللي شعرتموها للوفد والوفود أيضا اللي يعني رحبت وكانت موجودة في معرض فلسطين أيضا الخاص أو الزاوية الفلسطينية هناك. حابة قبل الختام نتحدث أنه يعني تحدثنا عن هذا النمو في الاقتصاد الفلسطيني، هذا التعافي لونه تدريجي وكل الأرقام يلي ذكرتها، هذا بيعول أنه عام 2022 ربما رح نشهد أيضا يعني توقعاتكم رح نشهد نمو أفضل، خلنا نقول أو صورة أفضل للاقتصاد الفلسطيني أكثر. يعني حسب توقعاتنا يعني الغير متفائلة أو الواقعية خلينا أقول النمو راح يكون 14% خلال العام القادم. لكن في حال الوعود اللي حصلت عليها من رجال أعمال فلسطينيين في الإمارات، وأنا اجتمعت مع 42 واحد منهم وعملنا آلية من شان يجوا يستثمروا فيها. امبارح كان عندي مستثمر من التشيك فلسطيني من مدينة الخليل كمان جاي يعمل استثمارات جديدة وينقل بعض استثماراته. في عنا استثمارات عم تشتغل فيها اليوم في طول كرم، في يعني عم بيعملوا مول جديد لكاسا، مول جديد في جنين عم بيعمل صديق كمان، مدينة ألعاب 25 مليون دينار عم بيعمل مصنع جديد في طوباس محولات كهربائية. في إقبال كبير لعودة استثمارات أهلنا من الخارج وأجانب. كان عندي وفد أمريكي قبل أسبوعين كمان كلها استثمارات. في حال تحققت هاي الاستثمارات بالإضافة للمناطق الصناعية اللي بلشنا ب الفيز 2 و 3 فيها مع المنطقة الصناعية بجنين، نعم بتوقع انه يمكن الرقم يكبر اكثر من هيك. نعم معالي الوزير كل الشكر لوجودك معنا، يعني بنأمل كل هذا التطور وهذا النمو ينعكس على كل القطاعات الاخرى في المجتمع الفلسطيني اجتماعيا ايضا، يكون فيه انتعاش ربما تحسن فيما يتعلق ايضا بالغلاء المعيشي يعني او الاسعار اللي كمان يجب ان يكون عليها رقابه اكثر. شكرا لوجودك معنا، نتمنى لك عام جديد ومليء بالانجازات. الا يا ريت يعني تفحصي انت بتروحي على السوبر ماركت لانه مرات كثير الغلاء اللي بيحكوا عنه بيكون في الفيسبوك، نعم زي الموجه السابقه اذا بتتذكروا، واليوم عم بيحكوا على ارتفاعات بالطحين والخبز. امبارح كانت حمايه المستهلك لفت على كل المحلات ما كان فيها غلاء.
وراح يكون عندنا. ولكن كان في حديث عن ارتفاع في الاسعار راح يكون هو في ارتفاع على المشروبات الغازيه على الدخان وغيرها. في بعض الارتفاعات اللي بجوز تكون موجوده نتيجه ارتفاعات عالميه. احنا انا وعدت التجار في الاجتماع الكبير اللي صار في الوزاره انه راح يكون في لجنه ان شاء الله الاسبوع خلال الاسبوع هذا او الاسبوع القادم اللي ندرس الاسعار الجديده نتيجه الارتفاعات في العالم. راح يكون لجنه من الوزاره والوزارات الشريكه مع القطاع الخاص مؤسسات القطاع الخاص مع المستوردين انفسهم وبدنا نترك هامش ربح لهم من شان نحافظ على وجود السلع على الرفوف في السوبر ماركت ونضمن استمراريه توريد المنتجات. لكن ما راح يكون في الارتفاعات اللي بيحكوا عليها. نعم. في ارتفاعات عالميه وهي بورصات عالميه. في ارتفاع بالشحن عم بنحاول نقلل منه. بتامل انه ما يكون في ارتفاعات كبيره. نعم. شكرا لجهودكم وشكرا لوجودك معنا ولوقتك معالي الوزير خالد. شكرا للشكر لك.